السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أسماء المتنوعة. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نشوفوا جوج وصفات ديال الحلوى اللي ما كتحتاجش الفران، سهلين وبمقادير بسيطة، وبطبيعة الحال كيجيو لذاد بزاف. نبداو على بركة الله بالحلوى الأولى، كتجي الصراحة معلكة من الداخل. بالنسبة لمقاديرها وما كتبتهم لكم هنا بالعربية والإنجليزية، أول حاجة غناخدو التمر، من الأحسن يكون التمر كبير. هنا استعملت التمر المجهول، وغادي نطحنوه مع الكوك يعني المطحون الصغير، يعني ماشي داك الغليظ. وغنزيدو ليه الفاني، سواء فاني سائلة أو فاني اللي كتكون على شكل سنيدة، وكنطحنو مزيان حتى كيتعلك لينا. من بعد ما تعلك لينا مزيان، غنضيفو ليه معلقة صغيرة الماء، وغنضيفو القرقاع اللي هو الجوز. راه بالنسبه للمقادير بالضبط راه كما قلت لكم مكتوبين في الاول ديال الفيديو. وكنطحنو مزيان، بغيتو ما تطحنوش بزاف، تخليو داك القرقاع شويه هكاك مهرمش، لكم الاختيار. صافي كنحصلو على العجين بحال هكا، وغادي نحاولو نسرحوها. بالنسبه للشكل يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتو، على حسب كليكم اللي عندكم السيليكون تعمو ديروهم في السيليكون، ومن بعد ديروا ليهم الشوكولات اللي بغيتو. هنا استعملت قطعه مربعه وقطعتهم على شكل مربع. كندخلوهم المجمد على الاقل واحد ساعه المكانه، وكنوجدوا شوكولات اسود اللي يكون من النوع الجيد، من الاحسن باش يجي المذاق مزيان. كندوبوه في حمام مائي وغنغطسوا فيه المربعات ديالنا. وندوزو دابا للتزيين. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، هذه كفكره. عندي هنا شكلاط ابيض وملون خاص ديال الشكلاط في اللون الاخضر، وغادي نحتاجو كذلك ورود اللي صوبتهم بعجينه ديال اللوز في مول السيليكون، كيكون السيليكون ديال الورد فيه الصغير والكبير، استعملت الصغير ولونت هذاك العجين ديال اللوز باللون الاصفر الوردي والبنفسجي. من بعد كنديرو خطوط بالشوكولاتة اللي لوناه باللون الأخضر، وكنحطو الورد ونديرو بحال وريقات كذلك بالشوكولاتة اللي باللون الأخضر كما كتشوفو في الفيديو. وهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. كيجيو الصراحه في المنظر وفي المذاق رائعين، وخصوصا بالنسبه انا لوليداتي ما كيعجبهم لا قرقاع لا كوك لا تمر، لكن هادو
كلاوهم ما حسوا لا بالكركاع لا بالكوك لا بالتمر، يعني جربوهم وديروهم لوليداتكم راه يعجبوهم. ندوزو دابا للوصفة الثانية اللي هي أهرامات بزبدة الكاوكاو أو زبدة الفول السوداني مع البيسكوي. سهلة، مقاديرها سهلة، ما كتحتاجش بزاف. غنحتاجو بيسكوي، هنا بالنسبة لي في أستغيس استعملت ويت ميل، ما كيكونش حلو بزاف، كنطحنوه ماشي طحنوه بزاف، كنخليه شوية محبب، وكنضيفو ليه السكر وزبدة ديال الفول السوداني. كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على عجين. وبالنسبة للشكل ديالهم يمكن لكم تستعملوا مود سيليكون، لما عندكمش يمكن لكم فقط تديرو كويرات كما كتشوفوا في الفيديو وتغطسوهم في الشكلاط وتقدروا تزينوهم شي حاجة حتى هما كيجيو زوينين. خديت هذا المول اللي فيه شحال من شكل واستعملت فقط الشكل اللي داير بحال الاهرامات. كنديروا الشكلاط في الاول وكنحاولوا نديروا الجناب باش يخرج لينا، من خرجوه ما تخرج شي بلاصه ناقصه من الشكلاط. وكناخذوا العجين ونحاولوا نديروها من الفوق، نخليو الشكلاط من الاحسن نخليه ينشف واحد شي شويه، ما نديروهش وهو باقي بحال هكا دايب بزاف، ما نديروش يعني الحشوه هو باقي دايب بزاف. وكنحطو الحشوة وفي نفس الوقت كنقادو الجناب. من بعد غادي ندخلهم للمجمد حتى يجمدوا لينا، عاد يمكن لينا نحيدوهم من المول. ومي كنحيدوهم كنحاولوا نحيدو بالموس شويه الشوكولات اللي كيبقى زايد لينا من الجناب. وهنا غادي نزينهم بالورق الذهبي الخاص ديال الطبخ، درته شي شويه من الفوق، هو شويه سنسيبل يعني حساس بزاف. كناخذوه فرشات وكنحاولوا ناخذوه بشويه، يعني كنهزوه بالفرشات وحطيتوه هكا من الفوق، كيجي المنظر ديالهم زوين بهذا الورق الذهبي. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات ونتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. صراحه ساهلين، ما كيحتاجوش وقت بزاف، ومقادير ديالهم كذلك بساط، وفي الاخير كيجيو لذاد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في امان الله والى اللقاء.